لازم نكون ورا كل ابطالنا الكبار، بالرغم ان هو 7 سنين في اللعبه لكن حصد ميداليات كثيره جدا تؤهله ان شاء الله باذن الله ان يكون في باريس 2024 موجود بيحقق مركز داخل اولمبياد باريس 24. عشان كده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كرمه، علشان هو بطل العالم لسلاح السيف. كابتن ادهم معتز منورني ومشرفني. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وهجري معاك بسرعه. ماشي. النهارده 7 سنين لعب، حصدت ميداليات كثيره جدا، لكن النهارده دكتور اشرف صبحي مع الدكتور عبد المنعم الحسين برئيس الاتحاد بيعملوا خطه اعداد ليك عشان يؤهلوك ان تكون بطل اولمبيا 2024 ان شاء الله. قول لي الوضع ايه وهنوصل لايه؟ هنكون معاك لغايه ما تكون بطل اولمبي باذن الله ان شاء الله، لان كل ده التارجت عندنا في مصر. هي طبعا احنا لازم يكون في خطه عشان نقدر نوصل للميداليه دي. كويس. وهو احنا هنبتدي من دلوقتي عشان ده الوقت المناسب، عشان لو اتاخرنا عن كده مش هيبقى في وقت. مظبوط. فهو طبعا الاتحاد والوزاره عاملين معانا شغل كبير جدا كلعبه السلاح عموما، مش انا لوحدي. لان احنا في طوكيو عملنا نتائج كويسه جدا، اول مره في تاريخنا نعمل النتائج دي حقيقة. وكنا قريبين جدا من ميداليه كذا مره، فان شاء الله ربنا هيكرمنا يعني باذن الله. ان شاء الله. رحت لعبت سلاح السيف علشان كابتن مدحت معتز اخوك الكبير. مظبوط. هو كان بيلعب او لغايه دلوقتي متواجد، وكان مع طلعوا خامس صح. الفرق في طوكيو. لعبت ليه سلاح السيف؟ يعني اشمعنى مدحت شدك في ايه؟ اصلا انا طول عمرنا انا واخويا بنبقى مع بعض في كل حاجه. كويس. فانا لما لقيته في اللعبه وكان هو اول ميداليه حققها كنت انا لسه ما ابتديتش، فحبيت ان انا اخش وابقى معاه زيه. كنت عايز تنافسه ولا عايز تبقى زيه؟ اكون زيه معاه. لا اكيد في طريقك كان عندك بطولات صعبه. صعبه جدا بس ربنا كرمك فيها. ايه اصعب بطوله لعبتها؟ بطوله العالم اللي كانت في شهر 4 اللي انا جبت فيها المركز الثالث. بطوله العالم في شهر 4 كانت بطوله العالم فين؟ في مصر. في مصر. وحققت المركز الثالث. الحمد لله في فردي. المركز الثالث بالنسبه لك ده كان بيمثل لك ايه؟ ايه الشيء اللي كان بيمثله لك؟ يعني تقريبا اكبر انجاز عملته في حياتي لحد دلوقتي. فهو حاجه كبيره جدا بالنسبه لي. بس اكيد ده مش اخر مركز. لا لا مش الاخر، ده التارجت. اول حاجه التارجت ان شاء الله ميداليه في باريس. ميداليه في باريس ان شاء الله. ذهب ولا فضه ولا برونز؟ ان شاء الله ذهب. ذهب يا رب ان شاء الله. طب معتز لازم اقول لك، او ادهم يعني لازم اقول لك، ان اكيد في سبورت من العيله. طبعا بابا وماما اكيد بيسبورتوا الامور. بتوفق ازاي بين دراستك وبين اللي انت تبقى بطل اولمبي باذن الله؟ هو طبعا من غير بابا يعني اولياء اموري وعيلتي طبعا ما كنتش وصلت للي انا فيه. سواء اخويا والدتي والدي مستحيل كنت اوصل للي انا فيه من غيرهم ومن غير مساعدتهم. مش هجري عفوا مش هجري معاك. تمام. عايزك تاخدني كده يعني بابا بيعمل ايه؟ ماما بتعمل ايه؟ لازم نديهم حقهم على الهوا، لان انا عارف ومقدر هم بيشتغلوا قد ايه معاك. هم اصلا هم اللي اصروا ان احنا ان انا بالذات اكمل في اللعبه دي، ان انا في الاول ما كنتش مبسوط. والدي ووالدتي اصروا. وكانوا طبعا هم اللي بيودوني للتمارين، هم اللي بيهتموا بينا، يفضلوا قاعدين معانا سواء عندهم شغل او لا. كانوا طول عمرهم هم اللي بيزقونا ان احنا نوصل للي احنا فيه دلوقتي. فلولاهم مستحيل كنا نوصل. مستحيل. مستحيل. طب ليه ما كنتش مبسوط في اللعبه من الاول؟ انت قلت لي ان انا واخد من اخويا، يعني ليه؟ ايه اللي كان مضايقك فيها؟ كنت صغير، كنت عايز العب كوره. اه. كنتش يعني ما كنتش كويس في اللعبه. لعيب كوره كويس؟ انا؟ لا. مش لازم يكون لعيبه كوره كلنا. كان نفسي من كل طفل صغير نفسه يلعب كوره. اكيد. كنت في اللعبه وانا صغير ما كنتش يعني ما كانش عندي امكانيات كويسه. سواء بدنيا او تفكيريا كنت على طول تعبان، ما كنتش بستحمل في التمارين. بس هقول لك على حاجه، سبورت الولي بابا وماما هم اللي عملوا وهيفضلوا سبورت لغايه ما نوصل لباريس. خلينا نخرج للفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نكمل مع نجمنا الكبير ادهم معتز في سلاح السيف. اهلا بيكم بعد الفاصل الاخير في حلقه حصاد الابطال ونجمنا، ونستمر في الحديث مع نجمنا الكبير ان شاء الله باذن الله ادهم معتز اللي كلنا منتظرين منه ميداليه في باريس 2024. كابتن ادهم اكيد كان ليك مدربين في حياتك. اصحاب الفضل عايز تتكلم عنهم؟ انا احب اتكلم الاول على كابتن محمد طلعت الله يرحمه. رحمه الله عليه. هو اللي حببني في اللعبه. هو اللي علمني الاساسيات، هو دايما اللي كان بيحفزني ان انا افضل برده في اللعبه. وهو كان السبب في اول ميداليه اجيبها ما شاء الله تحت 13 سنه. كويس. ودي كانت سبب ان انا اخش المنتخب. دخلت منتخب بعد الميداليه دي؟ اول بطوله العبها في حياتي جبت فيها ميداليه دخلت المنتخب تحت 15 سنه على طول ما شاء الله. من ساعتها كابتن شريف البكري هو كان المدرب بتاعي.
تطور من ادائك. طبعا هو هو السبب، هو السبب ان السلاح السيف عموما يبقى للي هو فيه دلوقتي. جميع اللعيبه، جميع اللاعبين، جميع اللاعبين. اكيد ادم عندك، يعني انا دايما وانا حتى لعيب كون عندي مشكله بين الدراسه وبين اللي انا اوفق اوضاعي، ودلوقتي احنا بنطلب منك انت تكون عندك ميداليه اولمبيه في باريس 24. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك في الحته دي؟ هي طبعا بتبقى مشكله مش كبيره بس يعني صعبه. ان انا اوفق بين التمارين والدراسه، دي كانت مشكلتي على طول وانا في المدرسه. ان انا كنت في مدرسه صعبه شويه، كان على طول عندي امتحانات، على طول عندي واجبات. فدي كانت مشكله كبيره. بس طبعا كنت على قد ما اقدر بوفق بينهم. بس ما كنتش اقدر ادي الاثنين نفس الحق. اكيد اتكلمت مع الدكتور اشرف صبحي او هتتكلم مع الدكتور عبد المنعم الحسيني عن الموضوع ده عشان نقدر نفك الاشتباك زي ما بيقولوا يعني؟ اكيد هم طبعا، هو قالوا لي اصلا في التكريم اللي فات قالوا لي ان احنا هنكون وراك تعليميا عشان نقدر نساعدك انك توصل للحلم بتاعك اللي هو ميداليه في باريس ان شاء الله. فهو ربنا يسهل وان شاء الله الجامعه تكون يعني ميسره الامر ده شويه. هتكون ميسره لان مصر ما فيش حاجه بتقف قدامها، وبالذات ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هو السبورت او الداعم من الدوله. لبطلنا الكبير حضرتك باذن الله عشان تقول لنا ميداليه. شايفها ازاي؟ قريبه ولا بعيده؟ هي قريبه. هو احنا عندنا كل الامكانيات وعندنا كل حاجه، ناقص بس الاجتهاد وان احنا نركز لها من دلوقتي. هتركز ازاي؟ وقول لي هتتمرن ازاي؟ وفترات التدريب بتكون 4-5 ساعات، 10 ساعات في اليوم، ساعتين، بتعمل ايه بالظبط؟ هو التمرين بيكون يعني مش وقت كتير، بس بيكون التمرين اللي احنا بنعمله في الوقت ده بيكون يعني مش عارف اقولها لحضرتك ازاي، مركز، تركيز على طول. يعني ممكن نتمرن ساعتين في التمرين الواحد، احنا عندنا تمرينتين في اليوم، الساعتين كلهم شغل تقريبا، ما فيش راحه غير 5-10 دقائق اللي احنا بنلبس فيهم اللبس بتاعنا عشان نبتدي نلعب ماتشات. فهو وبرده معسكرات اكتر. معسكرات الخارجيه اكتر ولا معسكرات الداخليه هي لا أكتر؟ الخارجيه. الخارجيه عشان نحتك مع اللاعبين التانيين وتغيير ايدينا، وده بيفرق كتير جدا لما نيجي نلعب في البطولات. ان احنا لو فضلنا نلعب مع بعض هيكون الريتم ثابت، فطبعا لازم نغير. والبدني عايز اقول لك على حاجه، انا شخصيا بيكون سعيد لما يكون قدامي بطل صغير 18 سنه وعنده امل وطموح لميداليه اولمبيه. كابتن ادهم معتز نورتني وشرفتني، وهنفضل في حصاد الابطال متابعينك ان شاء الله في البرنامج علشان نوصل للميداليه الاولمبيه ان شاء الله باذن الله. صدقوني ما احلى الانتصار والتتويج بميداليه اولمبيه. خلينا نعيش الحلم مع ادهم معتز باذن الله ل 2024. البلد ووزير متمثله في وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بيسبورت كل الالعاب الرياضيه علشان نوصل لحلمنا بتتويج باكثر من 30-40 ميداليه. يا رب ان شاء الله في باريس 2024 يكون عندنا حصاد ميداليات اولمبيه كثير جدا، لان ده بينم على تقدم الشعوب في العالم. في النهايه بشكركم والى اللقاء.